بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو. اليوم غنشوفو تمرين جديد بالنسبه للتيوريم دي فالور انترميديا. من بعد ما شفنا 6 تمارين غنشوفو التمرين السابع. التمرين هذا اللي قال لك اف فونكسيون ديفينيسور ا بي اللي هو واحد المجال صافي، بحيث ان اف ديالت ا بي ضمن ا بي، وهاد اف هادي راه هي كونتيني سور ا بي، يعني اف راه هي متصله على ا بي، و اف ديال ا بي ضمن المجال اب، يعني الصوره ديال مجال اب راه ضمن ا بي. حنا نعرفوا هادي اش كنعنيو بها حيت مهمه. كونتيني الشرط ديال الكونتينيتي هو عطاه لنا اصلا، قال لك مونطري كو انه يوجد واحد الساكن تامي ا بي تيل كو شنو اف ديال سي كيساوي لنا سي. دابا هنا خصنا اول حاجه نوضعوا الداله اللي غنخدموا بها، ياك هنا عندنا اف سي كتساوي سي، حنا خصنا واحد الداله كتساوي زيرو، هذيك هي الداله ديالنا اللي كنخدموا بها التمرين. اذا بالنسبه لهنا خصنا نوضعوا الداله، هذا هو التمرين السبعه. حنا عطانا اف سي كتساوي لنا سي، حنا نخدموا باكس، هاي اف دو اكس كتساوي لنا اكس بلس سي درت اكس. انطلاقا من هنا هاد اكس الى رجعتها للطرف الثاني تولي اف دو اكس ناقص اكس غتبقى كتساوي لي زيرو. اذا الداله اللي كنقلب عليها نخدم عليها، اللي حيت انا كنخدم على واحد الداله كتساوي زيرو، راه هي هادي. اذا هنا الداله اللي نخدمو بها هي جي دو اكس اش كتساوي لينا، هي هاد اف دو اكس ناقص اكس. هو قال لك شنو؟ قال لك بلي اف مالا، اف راه هي كونتيني سوغ المجال ا بي. هانتي عندنا اف كونتيني، حيت هاد الجي هادي خصني نبين انها كونتيني على ا بي. هو قال لي بلي اف راه هي كونتيني سوغ ا بي، هادي معطى في التمرين. مزيان، مازال عندي انا حاجه ثانيه اللي هي ناقص اكس، اكس فيغ موان اكس هادي مالها؟ هادي كونتيني سوغ ار. علاش؟ حيت هي حدوديه، هي كونتيني سوغ ار، وحنا ا بي هو واحد المجال، وهاد المجال هذا حقيقي، يعني راه ضمن ار. اذا بما انها هي متصل على المجال الكبير اللي هو ار، فغتكون متصل على المجال الجزئي اللي هو ا بي. الو x فيغ موان x راه هي شنو؟ كونتيني سوغ ا بي. عندنا f متصل على ا بي، و x و ناقص x متصل على ا بي، مجموع دالتين متصلتين على مجال هو دالة متصلة. إذا انطلاقا من هنا راه جي شنو؟ كونتيني سوغ ا بي. هكا كنكونو بينا أن جي مالا راه هي كونتيني سوغ ا بي. هنا غادي نوضح هي الفكره ديال هذا البلان اللي عطاونا هنا. بالنسبه لهادي راه احتاجيناها في التمارين السابقه. قال لك باللي اف ديال ا بي ضمن ا بي، شنو كيعني ليا بهذا البلان؟ اف د ا بي راه ضمن ا بي، هادشي اش كيكافى؟ انه كيلكو سوا واحد العنصر خديتيه من المجال ا بي، يعني كيلكو سوا واحد اكس، هذا ا بي نسميه، كيلكو سوا واحد اكس خديتيه من اي، شنو راه اف دو اكس الصوره ديال داك العنصر اللي خديتيه نتايا من ا بي مالو، راه محصوره، يعني كتنتمي للمجال ا بي، يعني محصوره ما بين ا و بي. هادشي اللي كيبغي يقصد لك بان اف دو ا بي ضمن ا بي صافي. راه مهمه هاد القضيه حيت كتحط في التمارين بزاف. مازال غنشوفو التمارين ونعلقاو هاد القضيه هادي ديال تضمين، ولا يقول لك بحال هكا، اما يقول لك راه ضمن، ولا يقول لك ان اف ديفيني من ا بي فيغ ا بي، راه نفس الشيء صافي. مزيان، اذا بالنسبه احنا احنا الشرط الاول ديال ان جي كونتيني سوغ ا بي بينا. خصنا الشرط الثاني ان جي ديالت ا في جي ديالت بي مالو اصغر من او يساوي الصفر، حيت دابا انت كيبان لك بلي المجال داخل، يعني ا و بي داخلين، يمكن نحسب الصور. الا حسبنا جي دو ا اش كتساوي لنا جي دو ا؟ يعني جي دو ا هي اف دو ا ناقص ا. وبالنسبه لجي دو بي شنو هي جي دو بي؟ هي اف دو بي ناقص بي، ياك كنعوضو بلاس اكس بي. هادشي ما عطاني حتى شي حاجه صافي، ما عطاناش يعني الضرب ببعضياتهم واش سالب، ما عارفينش، مازال ما عارفين والو. ولكن الا استعملنا هاد القضيه ديال انه اي عنصر خديناه، يعني اي اكس كينتمي للمجال ا بي، راه اف دو اكس محصوره ما بين ا و بي. اي عنصر صافي، اي عنصر انطلاقا من التمرين راه كالكو سوا واحد اكس كينتمي للمجال ا بي، شنو عندنا؟ عندنا بلي اف ديال اكس مالا محصوره ما بين ا و بي،
وهادشي كيعطينا غنمشي انا نعوض باش نعوض ب ا هاي غتولي ليا اف ديال تامله محصوره ما بين ا و بي، حيت حنا قلنا اي عنصر من المجال ا بي وراه ا ضمن المجال ا بي صافي، يعني اف دو ا راه محصوره ما بين ا و بي. انا علاش كنقلب على اف دو ا ناقص ا؟ اذا هنا غنقص ا هنا و ا هنا و ا هنا، هاي غتولي ليا اف دو ا ناقص ا اصغر من او يساوي هنا بي ناقص ا حيت نقص اطراف ثلاثة، وبالنسبه لهنا ا ناقص ا شحال هي؟ زيرو. لاحظ معايا بلي اف دو ا ناقص ا شنو هي؟ هي جي دو ا. مالو غنخدم غير بهاد البارتي حيت انا خصني اكبر من صفر لا اصغر من صفر، راه هي اكبر من او يساوي صفر، حيت اف دو ا ناقص ا شنو هي؟ هي جي دو ا. راه حنا لقينا بلي جي دو ا مالو راه هي اصغر اكبر من او يساوي صفر، راه هي الا قلبناهم جي دو ا هي اكبر من او يساوي صفر. دابا نشوفوا عاوتاني جي دو بي، هنا عندنا اف دو بي حتى هو يعني بي راه كينتمي للمجال ا بي، اف دو بي هو محصور ما بين بي و ا. اف دو بي ناقص بي يعني ناقص بي من الاطراف ثلاثه، هنا ا ناقص بي، وبالنسبه لهنا بي ناقص بي راه هي زيرو. يعني اف دو بي ناقص بي اللي هي جي دو بي، حيت جي دو بي هي اف دو بي ناقص بي مالو راه اصغر من او يساوي الصفر. اذا هنايا عندنا جوج الحوايج، ان جي دو ا راه هي اكبر من او يساوي الصفر، وجي دو بي راه هي اصغر من او يساوي الصفر. الا ضربنا عدد يعني عددين مختلفين الاشارات الضرب ديالهم وعدد سالب، يعني جي دو ا في جي دو بي مالو راه اصغر من او يساوي الصفر. وهذا الشرط الثاني تيوغيم دي فالور انترميديا، الشرط الاول انها تكون الكونتينيتي، الشرط الثاني ان جي دو ا في جي دو بي اصغر من او يساوي الصفر. هادي ملي كيكون او موا واحد السوليسيون، اما الا كان سوليسيون اونيك كنزيدو ديك الساعة داك الشرط ديال انها ستريكتومون مونوطون، صافي يعني راتبة قطعا. اذا بالنسبة لهنا تحقق الشروط بجوج، اذا با تي في اي شنو عندنا؟ راه يوجد واحد السي كينتمي لمجال ا بي، تيلكو حنا ديك الدالة اللي وضعناها اللي هي جيت سي مالها كتساوي لينا زيرو. شنو هي جيت سي؟ شوفوا جيت سي شنو هي. هاي جي دو اكس هي اف دو اكس ناقص اكس، يعني جي دو سي هي اف دو سي ناقص سي، يعني اف دو سي ناقص سي مالا كتساوي زيرو. اذا انطلاقا من هنا شنو لقينا؟ اف دو سي ناقص سي كتساوي زيرو، دي ناقص سي الطرف الثاني تولي اف دو سي هي سي. اذا يوجد واحد سي كينتمي للمجال ا بي، حيث ان شنو؟ اف دو سي راه كتساوي لينا سي، صافي. إذا هكا كنكونو سالينا التمرين رقم 7 ونحلينا التمرين رقم 7. نشوفكم في حصة مقبلة إن شاء الله مع التمرين رقم 80. حاولوا معايا على بعد ما نصحوه في الحصة المقبلة.